السلام عليكم. اسمه مايكل أوين، اسمه يثني على هدف رياض محرز أمام إيفرتون. الهدف السابق لنادي ليفربول ومانشستر يونايتد مايكل أوين ينبهر من هدف رياض محرز يوم الأربعاء الماضي أمام إيفرتون. رياض محرز أسكن الكرة الشباك بتسديدة محكمة لم يقع حارس إيفرتون للتصدي لها في الدقيقة 63، أين ساهم في فوز فريقه 3-0. مايكل أوين في الاستوديو التحليلي لأمازون برايم سبور علق حول هدف محرز: اللاعبون العاديون لا يفعلون ذلك، لا أعرف كيف تدافع في هذا النوع من الحركة، لا يمكنك استئناف سباقه حقا، فمن المستحيل عمليا الدفاع ضده، النهاية مثالية تماما. وأضاف مايكل أوين على قدمه اليسرى على بعد 18 متر لا تتوقع شيئا آخر. ستجدون رابط التحليل في صندوق الوصف.